السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والمسرات. نرحب بكم في اليوم الثالث من حملة الشعوب المقهورة في إيران، ويسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد المحسن الأحمد الداعية الإسلامي. حياكم الله دكتور. يا هلا والله، الله يحفظك يا رب العالمين. دكتور، أنت تشاهد هذه الخريطة التي أمامك، الأكراد، العرب، البلوش، التركمان، الفرس من أهل السنة داخل إيران، ليس لهم ناصر إلا الله إلا الله عز وجل، لكنهم يعانون ونحن لا نعلم. أين نحن من قول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ الله أكبر. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي، أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء مباركا منه وموفقا ومسددا وخالصا لوجهه الكريم، ليس لأحد من خلق الله الضعفاء الفقراء في حظ ولا نصيب. من الذي قال هذا الكلام الذي قلته شيخ الحبيب؟ الذي قاله هو الذي أجرى الدماء في عروقي وعروقك وعروق المشاهدين الآن، وهو الذي أنبض ذلك القلب وحرك تلك العين وجعل كل حبيب لك في هذه الدنيا يتنفس بفضله وحده سبحانه. لا إله إلا الله. فهو الذي له الحق أن يقول لك تنصر فلان أو لا تنصر فلان. يا فالله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الكتاب العظيم علمنا بعد هذه النعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. حبيبي الغالي، يعني لو الله سبحانه وتعالى أراد أن يشل هذا اللسان ما جيت معك اليوم. طب لو أراد الله سبحانه وتعالى في خلايا بسيطة في المخ كان الواحد ما عاد عنده عقل يفكر أصلا. طب الله اللي أعطاك هذا الكلام له حقوق عليك، قال أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله قادر يشغلني أنا وإياك المستشفى كل اليوم؟ إيه. قادر يخلني المستشفى أسكن شهر؟ إيه. قادر يجعلني أعاني 20 سنة في السجن؟ نعم. طيب هو اللي ما جعل لك كل هذه النعم له حق أن يقول لك أنصر فلان أو لا تنصر فلان، والكسبان هو أنت. إن أطعت فلك، إن أحسنتم ما تزيد السماوات شبر ولا يزيد ملك الله سبحانه وتعالى يطلع كوكب ثاني، لا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أنا برفعك، وإن أسأتم فلها. طيب الله سبحانه وتعالى لما وصف أقوام قبلنا قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة، وقال إن هذا القرآن يهدي، ثم وصف في هذا القرآن أقوام يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فعاشوا مثلنا وكان عندهم ناس مهضومين ومقهورين وناس تصرفوا تصرف وعاشوا معاناة إخوانهم هؤلاء، وألم هؤلاء هو ألمهم، وجوع هؤلاء جوعهم. تلقاه يجي يبدأ يسمي بيأكل، والله العظيم ما أحد يحس عنده، أما أن يعلنها ولا يكتمها في نفسه، يقول اللهم سد جوعته كل جائع مسلم، اللهم يا رب إذا يا أخي جاب ينام أو الحمد لله ذي آوانا وكفانا وأطعمنا وسقانا، يتذكر أخوانه في قلب متعلق، لأن الخالق اللي فوق يرضى أنك ما تنام وأنت ما تتذكر أخوانك. أنت ساجد يا رب أنك توفقني ووالدي وذريتي وأحبابي بس هذا اللي أمرتك أنا أنك تدعو لهم فقط، ولا أمرتك أنت في ناس أخوان لك لم ترهم عينك؟ إذن فيه الله سبحانه وتعالى وصف لنا أقوام يحبهم، قال جل في علاه نفس الآية اللي ذكرتها شيخي، بس نأخذها من البداية. تفضل. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا. سبحان الله، ليش آمنوا؟ لأنك مستحيل تحس بواحد ما تعرفه إلا بإيمان في قلبك وعقيدة ويقين أن هذا أخوي. شيخ الحين لو أخوك نوم في المستشفى والله بيتغير جدولك اليومي. صحيح. والله إن دعوتك اللي يمكنك أحيانا تنسى أخوك وحيانا ما تنساه، والله ما تنساه بالذات هذا، لأنه الآن في وضع وقلبك هذا ما ريحك، كل ما قلت دعوت يا رب قالك أخوك. الله. طيب هؤلاء هذا أخوك ولا مو أخوك؟ هنا الحين في قياس الإيمان. طيب ليش الله سبحانه أول شيء إن الذين آمنوا ما قال الآن جاهدوا هاجروا نصروا؟ لا، الحين أول شيء إنك تؤمن بالقضية، وهذه الحملة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تحيي قضية الإيمان في قلبي وقلبك. الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون،
في آية تقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب إذا هذه الصفة مين فيني؟ معناته إيمانك في مشكلة، في ناس فيهم الصفة هذه. طيب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، طيب أنا دائما أسمع وما تزيدني، في مشكلة عندك في إيمانك، هذه الآيات قاعد تعلمك وين مواطن الضعف. طيب الله قال إنما المؤمنون إخوة، ها تحس فين؟ بعدين أداة حصر وقصر، يعني إنما يعني المؤمن لازم أخوه، هذا أخوه. طيب فيها حديث قوية يا أخي، وكل الأحاديث الصحيحة قوية. يقول الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما آمن بي، ما آمن، وأنا مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شوف الصفة اللي فيك ولا لا، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو بجانبه وهو يعلم به. طيب لو أنا أبيت شبعان وعشيت وأموري طيبة وجاري ما, ما, ما أكل، ما آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ترى هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما آمن بي، ترى كلام كبير. عشان كذا في ناس يردون من على الحوض يقول أمتي أمتي، يقول ها ما تدري ماذا أحدث بعدك، هذا ما كان أصلا يفكر في إخواننا المسلمين. طيب هذا ليش آمنوا؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا، طلع من بيته مظلوم مغبون، طلع من بيته هاجروا وجاهدوا في لا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذول ناس قدموا أرواحهم وتركوا بيوتهم، فعندهم قضية. طيب في ناس ثانيين جالسين في المهاجرين، هذول المهاجرين، في ناس أنصار جالس بيته وعنده الأكل وعنده كل شيء، ليش الله يمدحهم؟ والذين على طول بعدها آووا ونصروا، قالوا تعال قضيتكم قضيتنا، بيتي وبيتك بالنص، أكلي وأكلك في النص. هذا ليش قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ قال بعضهم أولئك بعضهم أولياء بعض. هذول الحين بيذكرهم الله سبحانه يقول ترى إيش اللي خلى الأنصاري يقول بيتي؟ ما أعرفك أنا يا شيخ عبد الله، ما أنت بأخوي ولد أمي وأبوي، وأجي أقول لك هذا بيت، تعال الدور اللي فوق لك والدور اللي تحت، إيش تبغى؟ أي دور تقدر نسويها؟ ترى كلام كبير. هذا اللي وصفهم الله في القرآن، قال أولئك بعضهم أولياء بعض، بيعلمك إيش لهم الحين عندي. قول هو الحين أعطاك سكنه في بيته، أبى أعطيك بعلمك شو أعطيته هنا. طيب سكنك في بيته، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. طيب في ناس آمنوا بس ما هاجروا، في نفس الآية والذين آمنوا، وشو التفصيل وكل شيء فصلناه تفصيلا، آمنوا ولم يهاجروا، تبغاه يساعدك ما ساعدك. يقول الشيخ السعدي رحمه الله يقول آمنوا بس ما كملوا الهجرة وما ساعدهم، محتاجين إخوانهم رجال ما ساعدهم جالسين. هذول قال ما لكم من ولايتهم من شيء، معنى مؤمن. طيب ما دام انه خذلني مفروض اني اخذله، لا قال الله وان استنصروكم في الدين، ترى هو خذلك، هذا اللي خذلني. طيب اخوي اللي في الاحواز الان والبلوش والتركمان، هذول اخواني ولا لا؟ ما خذلوني، اجل هذول ايش لهم حق اكبر علي؟ الله سبحانه وتعالى هؤلاء اللي خذلوني ما احتجتهم يخرج معي، وقال الله انا مؤمن بس ما اهاجر بجلس. قال الله سبحانه وتعالى فإن استنصروكم في الدين، كيفكم؟ كيفك؟ صلوا صوموا حج، هذه بكيفك؟ لا، فعليكم واجب، لا إله، فعليكم النصر. طيب إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، مثلا نقول الحين طيب إيران بينه وبينهم ميثاق، طيب من اللي قاعد يدعم الحوثيين ضدنا؟ ضد أهل السنة وليس ضد السعودية، نحن نتكلم عن الدين. الله ما قال استنصركم في الدولة، عندنا قضية أكبر من قضية المواطن أصلا، هي اللي أمرنا الله سبحانه فيها، هو الذي سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. لو ما قال الله سبحانه وتعالى موضوعنا اختياري، صحيح. هذا اللي أذن أمرنا، أول ولاء لنا لله سبحانه وتعالى، أول ولاء. فالله سبحانه قال فإن استنصركم في الدين، يا أخي هذا سني أخوي يعبد الله وحده، والقاسم المشترك بيني وبينه أقوى من القاسم المشترك بيني وبين شقيقي اللي مو على السنة، اللي يشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. اللي قاعد يحرك الآن الرافضة في كل مكان ضدك، من هو؟ ضد السنة في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي إيران، في كل مكان هي إيران. إيران. نعم. فالآن هذا لو كان بيني وبينهم ميثاق وهم يحاربوني اختلف وضعي عنهم، طيب ايش اللي بعدها شيخي؟ قال الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون
بصير. يعني تراك يا شيخ عبد الله أنت الآن جدولك اليومي الله بصير فيه، هل أنت شايل همهم ولا بصير في قلبك؟ فهذا الآن الكلام يقال كلام الله يعلم وش في قلبي وش في قلب الشيخ عبد الله وش في قلب اللي ناظرني هذا، يقول والله أنا ما فكرت فيهم طول اليوم، ما اليوم كله راح ما دعيت لهم. طيب الحين تلقاه يروح يتحرك، إذا أراد الله أن يحرك الإمام في قلبه تلقاه يصلي الآن صلاة الوتر ولا صلاة، ويبدأ يدخل شيء في دعواته أخوان ما يذكرهم، مو معه في البيت، أخوان له في الأحواز، أخوان له في إيران، في كل مكان. طيب وش قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الله نفس الآية اللي بعدها قال ترى أنت الحين إذا ما انصرت، ترى الكافر اللي ما عنده عقيدة لله يعني ما يذكر أنه في واحد سبحانه خلقه ورزقه ووعده بجنة، ومع ذلك لمصالح دنيا فقط مو لقصر في الجنة ولا رضا رب العالمين، ترى يقول هم يساعدون بعضهم، يعني الآن هم قاعدين يساعدون بعضهم. طيب واحد إيش يقول؟ يقول والله طيب يساعدون بعضهم، بس يا أخي أنا أخاف أني أساعد المسلمين إخواني وتصير فتنة ومشكلة. شوف القرآن كيف يجاوبك. قال الله سبحانه وتعالى على طول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، إذا أنت عندك موضوع آخر وتوجه آخر وفكرة أخرى لا إله إلا الله تكون فتنة في الأرض، وهو اللي أنت مفكر فيها الصغير لا بيأكلونك بنهشونك من حولك لين يجون لأهل السنة لا إله إلا الله. طيب وش يصير؟ فساد شكبرة كلام الله، فساد شكبرة، فساد يعني فساد صغير. قالوا فساد كبير والله بلقطونكم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، هذا يأخذ اليمن وهذا يأخذ الشام وهذا يأخذ. الصحابة انجنوا والله يبغون أسود، واحد يدك الجبل. قالوا يا رسول الله المشهد ما ركب معهم رجال يدكون الجبال لله عز وجل، فما ركب معه يعني يا رسول الله كيف يعني يأكلون دجاج ميت ولا حتى كلمة يعني ما ولا في مقاومة بس ساعتين كذا. قالوا أو من قلة يا رسول، يعني إن 10 وهم 20 مليون جو كذا كل واحد يأخذ المنطقة اللي يبغاها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال لا أنتم يومئذ كثيرا. ما العدد؟ لا والله كثير بلاوي عددكم. قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. بعض الناس يفكر غثاء السيل اللي هو الزبد، لا غثاء السيل إذا مر سيل وجيت أنت بعد السيل هذا تلقى فيك قطعة كرتون طايحة، وهنا عود، وهنا علبة مشروب، هذا اسمه غثاء. يعني أصلا لا يهش ولا ينش ولا أصلا بينهم ترابط، فتلقى كل واحد يقول نفسي لأن راحت العلاقة إنما المؤمنون إخوة، وش دخلني فيهم أنا؟ الحرب عندي الحين المظلومين في الفرص في إيران، وش دخلني أنا؟ هذه القضية أنت ما آمن بي إذا كان جايع وانت شبعان كيف إذا ينتهك عرضه ويؤخذ ماله؟ وشوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الألباني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وحسنه الألباني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم، ترى هذه شيخ نكرة في سياق النفي، يعني ولا واحد يخذل مسلما. هل هذا كلام ينطبق على أخواننا هنا ولا ما ينطبق؟ هم مسلمين؟ أي مسلمين يعبدون الله وحده على التوحيد؟ اي والله على التوحيد. طيب خذ الكلام هذا، انت الان شيخ عندك موعد يمكن بكره، يمكن عندك مقابله بعد 10 ايام، ويمكن عندك يا اخي موضوع اذا خسرته بتخسر فيه شيء من نفسك او اهلك او مالك او اي شيء ودك انك تنصر فيه، ما ودك تطلع مخذول، صح ولا لا؟ خذ الوصفه، يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما من امرئ مسلم يخذل اخاه المسلم في أمر ينتهك فيه من عرضه. هذا حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. طب أنت خذلته ولا ساعدته ولا حسيت بشيء ولا؟ أو ينتقص من ينتهك فيه من حرمته أو ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه أن ينصر. يعني أنت واقف الآن يوم من الأيام بتدافع عن ولدك في قضية أو بتطلع سجينك أو بتسوي أي شيء ودك أنك تنصر في القضية هذه، قال إلا خذله الله. طيب شيخ الواحد يقول والله يا أخي أنا الحين حسيت بس أنا واحد ماني برئيس دولة ولا أنا. طيب خلنا نكمل الآيات شيخي إن أذنت لي. طيب لعلنا شيخ نكمل بعد هذا الاتصال معنا أحد المتصلين من أمريكا، الشيخ عبد الحميد النزاري الأحوازي، وهو والد الجميع في قرابة 80 عام، كان من الذين يعني من أوائل المتسننين في أرض الأحواز.
نريد منك يا شيخ عبد الحميد أن توصف لنا حاجة أهل السنة في إيران للمسلمين بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الفرسط المجلس المعتدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمح لي أخي الفاضل في البداية أسلم على أهلنا العرب في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسلم على ولي عهده وولي ولي عهده، وسلم على الشاب الشهم محمد بن سلمان خالد العرب سيف الله المسلول. ونطلب من أهلنا نصرة السنة في إيران. قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونحن السنة في إيران والله مظلومين، مظلومين، علينا ضغوط كثيرة، وخاصة البلوش محرومين من فرصة عمل، محرومين من عبادتهم، محرومين من الطقوس الإسلامية، محرومين، علينا ضغوط كثيرة وأنتم تعلمون بها أكثر من عندنا. عندكم مساجد يا شيخ عبد الحميد داخل أرض الأحواز؟ لا لا لا، لم يوجد أي مسجد لا في الأحواز ولا في طهران العاصمة. طيب كيف يعني تؤدون شعائركم الدينية؟ شعائرنا الدينية نؤديها في البيوت، يعني لا يوجد لدينا مسجد واحد أو دار تحفيظ للقرآن. طيب اللغة العربية كيف تتعلمونها إذن؟ اللغة العربية نحن العرب تعلمناها أب عن جد، يعني تعلمناها في البيوت، هاي لغتنا المكسرة اللي حتى أخونا اليمنى ما يفهمها. طيب مليانة بالأغلاط والكلمات الفارسية. طيب شيخ عبد الحميد، هل يعني توصف لنا يعني حاجة أهل السنة الذين يقبعون الآن في سجون إيران من العلماء والدعاء بحكم تجولك؟ نعم أخي الفاضل، أدعو أهلنا، ادعموا أهل الأحواز. الأحواز سلت قذاء إيران، فيها ما شاء الله من خيرات، البترول، الغاز، فيها ثروات أخرى، وهذه الثروات تذهب للمخربين، العصابات، الميليشيا، الميليشيا عصابات الباطل في العراق، إلى حسن نصر الله في لبنان، إلى الحوثيين في اليمن، تروح الكل مخرب في العالم. ثروات الأحواز النفطية ونحن محرومون منها. الأحوازيون تحدوا العدو الفارسي بصدور عارية، فكيف لو دعبتموهم؟ إذا ردوا تناموا قرين العين عليكم بتحرير الأحواز، إذا تحرروا الأحواز إن شاء الله السنة في إيران يكونون بخير كلهم على بعضهم. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الحميد، شكرا على هذه المداخلة، ونصركم الله أينما كنتم. قبل أن أنتقل مع شيخي في هذا اللقاء، أعرض لكم تقريرا يعرفكم بأهل السنة في كردستان، هل تعرفون عنهم شيء؟ تفضلوا هذا التقرير. لكن إلى جانب ذلك، الكرد أو الأكراد شعب يعيش في غرب آسيا شمال الشرق الأوسط بمحاذاة جبال زاجرس وجبال طوروس في المنطقة المسماة عند الأكراد بكردستان الكبرى. الأكراد اليوم عبارة عن أجزاء من شمال شرق العراق وشمال غرب إيران وشمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا. ويعتبر الأكراد إحدى أكبر القوميات التي لا تمتلك دولة مستقلة أو كيانا سياسيا موحد معترفا به عالميا. يشكل الأكراد المحتلين من قبل إيران 16% من مجموع الكرد في العالم، وعددهم يقارب 10 ملايين نفسا بنسبة تصل إلى 13% من مجموع سكان إيران، غالبيتهم من السنة ومعظمهم يعيش في غرب وشمال غرب إيران.
يرجع احتلال الإقليم الكردي من قبل إيران إلى عام 1946 بعد سقوط حكومة مهاباد بزعامة رمزهم قاضي محمد، والتي لم تستمر دولته سوى 11 شهرا فقط بعد انسحاب السوفيت من شمال إيران بضغوط أمريكية لإفساح المجال لجيوش البهلوي لاحتلال الإقليم. يعاني الشعب الكردي في إيران من سياسة الإقصاء السياسي والأيديولوجي ضد الهويات الوطنية والدينية والمذهبية التي تختلف مع هوية النظام الحاكم في طهران. ومن جهة أخرى يتسبب النظام الإيراني في ازدياد حالات الفقر والمضايقات الاقتصادية في الإقليم، كما تفرض ثقافتها وتروج للانحلال والفساد الأخلاقي ونشر المخدرات. فتاريخ المواجهات بين مقاومة الشعب الكردي والنظام الإيراني دائما ما اتسمت بالاحتدام العسكري المباشر، معلنة بذلك الخيار العسكري كسبيل لتحقيق مطالب شعبها بالتحرر والاستقلال لتشكيل كيانها المستقل عن إيران. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا بضيفي في هذا اللقاء الدكتور عبد المحسن الأحمد، حياكم الله شيخ من جديد. الله يحييك حبيبي يحفظك. قبل أن ننتقل إلى مداخلة الشيخ عبد الحميد، أريد أن تكمل ما لديك من نصرة المقهورين في إيران، والسؤال الذي دائما قد يكون في ذهن المتابع الآن، كيف أنصر يعني هؤلاء؟ ليس لدي حيلة. جميل جميل، إن أذنت لي شيخ بس أكمل الآية ثم بعدها إن شاء الله نجيب هذا السؤال. يعني الله سبحانه وتعالى ما قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ثم بين لك حقيقة، والله عز وجل ذكر لك حقيقة في الأرض لا تظن أنها لن تطبق، والله ستطبق. إذا قال لك أنصر فلان لأنصرك ولم تنصره، وقال لك إذا خذلتك ستخذل على كل الأصعدة، والله ستخذل، ما لكم من الله من ولي ولا نصير. فالله عز وجل أعطاك كلام في القرآن فاعلم أنه سيطبق، لأنه كلام مالك الملك سبحانه وتعالى، الذي إذا فتح للناس رحمة ما أحد يمسكها، وإذا أمسكها ما أحد يفتحها لك. فالله قال عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سؤال بس حبيبي، هل هذا حصل ولا ما حصل؟ هل الفساد الكبير الآن يعني الحين مثلا ما نصرنا أخوان ناسين حتى قضياتهم؟ بعض الناس أول مرة يمكن يفاجأ أنه يعرف أن في ناس مسلمين هناك أهل سنة. طيب ما نصرناهم إحنا؟ ما 90% من أكراد سنة. شوف التقصير حقنا، شوف تقصيرنا، مو بتقصير محلقين. طيب هذا التقصير الكبير، هل لما ما نصرناهم حصل فتنة وفساد في الأرض، فساد كبير ولا ما حصل؟ الزحف جالس على أهل السنة يكون في كل مكان، صح؟ لا. هذا اللي قال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ما تبي تنصره أنت، أنا لحالي هنا آكل واشرب وانتهى، بيجيك الله. تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب وش الحل؟ رجع يذكرك والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. يعني أنت مالك ولا واحدة فيهم؟ كل الصفات الخمسة ولا واحدة فيك؟ يعني لا هاجرت في نصرتهم، جاهدت في نصرتهم، طيب أول واحدة آمنوا، لا هذا آمنوا بالقلب، إذا سويت الأشياء ذي يصير عندك إيمان، يعني الإيمان لازم يطلع زين. قال الله سبحانه: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طيب آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وآووا ونصروا، على الأقل الخيرة، على الأقل أنصرهم. ونرجع نجاوب إن شاء الله على السؤال: كيف أنصرهم وأنا الحالي؟ قال الله سبحانه وتعالى: وآووا ونصروا. واحد يقول: طيب أنا أبغى وش جزائي لو أنا لي واحدة من هذولي؟ في ناس لهم ثنتين، في ناس لهم ثلاث، في ناس لهم أربع، في ناس على الجبهة الآن يقاتل أهل الشرك، وفي ناس والله لا سوى ولا واحدة. طيب لو سويتهم أنا، الله سبحانه ذكر هؤلاء، قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا ما لهم أولئك هم مين؟ أنا إذا ما في ولا واحدة فيهم أنا ماني منهم، اللي بعدهم أنا ما لي علاقة فيها. أولئك هم المؤمنون حقا.
طيب في مؤمنون كذبة؟ الله المستعان. إيه مؤمنون كذبة؟ الله لا يجعلنا وإياكم منهم. عشان كذا الله سبحانه قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بفتنك، أقول لك شوف تقرير إخوانك هناك ما ذكرتهم أذكرهم الحين، لكن صعب أن تطلع وما عندك ولا واحدة تثبت عند الله أنا يا ربي من المؤمنين حقا، في عند الله صحائف مؤمنين حقا ومؤمنين كذبة. طيب وش من اللي يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا الناس، وأنا من الناس وأخي وأختي هناك من الناس، الله يقول ما بترككم، أن يقولوا آمنا قلنا آمنا وهم لا يفتنون. طيب كيف هذا واحد من الفتنة؟ هذا الحين واحد من اختبارات. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا، هو قال آمنت بس اختبرناه ما نصر شيء، فهذا كاذب. وليعلمن الكاذبين، الله لا يجعلنا وإياكم منهم. طيب هذه الآية اللي قبل الأخيرة سورة الأنفال، واحد قال أولئك هم المؤمنون حقا وأنا ولا واحدة حققت فيها، أبغى أتحرك من الحين مثل ما ذكرت سؤالك، طيب وش أسوي الحالي؟ قال الله سبحانه طيب هؤلاء هم المؤمنون حقا وش لهم؟ قال لهم، شوف كيف يستفزك القرآن كيف يحركك من الداخل، قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة على هالنصرة، كان يدعو الحالة ما يذكرهم الحين صار يذكرهم، هذا يغفر الله لذنوب هو ما استغفر منها أصلا، يطهر من ذنوب كان حقها أنه يعذب في قبره، أنه يعذب في الدنيا أو يشوف مصائب على قدر ذنوبه، مسحها رب العالمين من صحيفته، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. نسأل الله. طيب ايش الآية الأخيرة؟ آخر آية سورة التوبة، هذه قبل الأخيرة. طيب في واحد يتحسف يقول والله أنا فاتني كل هذا الأجر أبلحق الحين، قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد، يعني اللي يبغى يلحق يلحق، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منهم منكم من المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. طيب ايش أسوي أنا واحد ما عندي أحد الحين؟ أنت تدعي يا شيخي، طبيعي أنك تدعي لعيالك ما تنساهم أكيد، ليش؟ لأنك مؤمن هذا اللي لهم حق علي. طيب من اللي حط الحق عليك؟ شيء في قلبك حب رحمة صح؟ نعم. طيب في اللي أعطاك هي هؤلاء قالك ترى فيه فعليكم النصر يا أخي، أنت لما تذكرهم ترى والله العظيم ما تذكرهم إلا الإيمان اللي في قلبك، عشان كذا يمكن أنا أدعو لهم كل يوم أنت ما تدعو لهم إلا يوم ورا يوم، معناته إيماني في هالقضية أكثر من إيمانك. طيب في ناس ينساهم أسبوع إيمانك ضعيف، طيب كيف أبدأ أشتغل؟ أشتغل من الحين. طيب إيش أقدر أسوي؟ أول شيء الدعاء، بعض الناس يظن الدعاء هذا سهل، لا يا أخي والله العظيم كم دعوة نزلت ما هو قضية لغم من ألغام الأرض فجر لها اثنين وثلاثة، نزلت لها ملائكة من السماء مصيبة تحرثهم هم وأموالهم، لو مثلا ممكن تفجر مصنع قذيفة تفجر مصنع، الله سبحانه قادر يخسرهم بدعوة واحدة منك الآن، يجعل عندهم مصيبة تخسرهم اقتصادهم يطيح تحت. ما قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ما قاعدين ينفقون مع الحوثيين وينفقون على اللي في العراق والميليشيات المجرمة هذه اللي تنتهك وتغتصب، ولهم ميعاد لن يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، وهالبلاوي اللي تصير في لبنان وفي كل مكان هذا اللي ينفقونها، إيه قال ينفقون أموالهم في سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها خسارة اقتصادية ثم تكون عليهم حسرة خسارة نفسية ثم يغلبون وانتهت، لا باقي والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الله سبحانه وتعالى بيجعلها تصيبهم خسارة، أنت نبغى النصر فقط بس، لا الله يقول بيخسرون على كل الأصعدة، لكن أنت وين 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 تدخلك هنا؟ يمكن تكون عليهم حسرة بدعوة مؤمنين يا أخي، ناس دعوا الله سبحانه وتعالى فخسرهم بخسائر اقتصادية وخسائر مادية ونفسية يضرب بعضهم ببعض. طب أنت وش لك؟ كم لك من دعوة طلعت؟ ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. طيب أنا ممكن يا أخي من الأشياء اللي أسويها لما أتصدق أدعو الله أنه يقبل مني هالصدقة ويجعلها نصرة لإخواني. الله أكبر. طيب من هذا غيب، هذا إيمان، هذا اسمه إيمان، إنهم قضية قاعد تأكل معك وتشرب يا أخي، لما أجل مع وأنا ماشي مع عيالي يا أخي ليش؟ يا رب تشفينا وتشفي مرضى المسلمين عام يا رب تنصرنا وتنصر أكلنا يا جماعة، ترى قاعد أذكر نفسي وأذكر الناس والله، ليش ما تخلي هالطفل اللي ما عليه ولا ذنب يرفع يده معك ويدعي يا الله
والله فأنت تقدر تسوي أشياء كثيرة على قدر دائرتك. أنا دائرتي ما عندي والله مسؤول ولا دائرة صاحب قرار دولي أغير، لا يا أخي ممكن يا أخي في تويتر أنت الآن عندك تنصر لما تنشر مثلا قضية قناة الأحواز، وأنا أحتسب والله يا ربي إني ما أنا قاعد أحاول أسوي أي شيء أقدر عليه، فهذا واحد قاعد يرسل نكتة أنا قاعد أرسل نصرة لإخواني المسلمين، يعني يجي يوم القيامة مكتوب والله نصرت سويت. فأنت تقدر وأنا أقدر، فكم منا من يعمل عمل صالح أو يتوب من ذنب ويقول يا الله يا رب إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل خالص لوجهك فاجعل فيه تفريج لإخواني هناك. يا أخي شيخ أنت ذكرت لي قبل شوي أنهم فرحوا فرح عجيب لما علموا بهذه الحملة. نعم. مع أن هذه الحملة يا أخي ما فيها ترى مدافع ودبابات وأسلحة لكنها أقوى من الدبابات والأسلحة. بعض الناس يفكر أنه يعني النصرة هي بس باليد وبال الله سبحانه وتعالى في بداية الصورة هذه إيش قال؟ قال سبحانه وتعالى لما جاءت الجحافل الكفار وما عندهم طاقة ولا عندهم زي وضعنا الحين مظلومين 314 واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم دعوة دعاء يا رب ما عندي لها الدعاء وأنا قاعد أسوي كل جهد اللي أقدر عليه هذا وسعي، إذ تستغيثون ربكم إيش؟ فاستجاب لكم، توحيد هو سبحانه وتعالى استجاب لكم أني توحيد ومدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا الجيش ما جهز في السماء وما تشوفه العين المجردة للعالم اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام صح؟ طيب كيف جاء هذا الجيش؟ هذا الجيش مجهز من السماء كثيبة في السماء ألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. طيب المقاتلين ما هم من الأرض فدعوتك هذا ممكن تنزل إذ تستغيثون ربكم دعاء ولا مو دعاء شيخي؟ دعاء. دعاء هذا الدعاء اللي انت مستهين فيه قد ينزل الله سبحانه وتعالى في ملائكة تنسف قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا أخونا اللي قبل قليل في الجبال جالس معه سلاح يا أخي يحتاج تثبيت الله. فالله يقول الملائكة أوحيت لهم ثبت المؤمنين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بعد تقتيل الملائكة للكفار قال الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم. إذن قضية إيمان أني ممكن أنصرهم بدعوة فينزل الله سبحانه وتعالى بها جند من عنده من يشاء وينصر بها أخواني. الله أكبر. قال الله سبحانه وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. طيب هذا الآن أنا ما عندي قرار؟ لا عندك قرار، أنت صاحب قرار فيما تستطيع. طيب شيخي أنا سأعرض الآن يعني فيديو لقصة وداع، وقصة الوداع يعني تعتبر غريبة، يعني الناس يعني أحيانا يتغنون بلحظات الوداع. لحظات الوداع التي سأعرضها قبل قليل بعد قليل هي من أهل السنة في داخل سجن رجاء شهر حينما كانوا يودعون إخوتهم للذهاب إلى المشانق. الله أكبر. وقد تواصلت مع أحدهم داخل السجن مؤمنين بالله محققين ما يرضي الله عز وجل من صلاة ودعاء، وقد طلبوا النصرة وحاولوا في أن يعني تحفظ أرواحهم ولكنهم ذهبوا إلى المشارق. نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في جنته. أعرض هذه اللحظات ثم لك التعليق، نشاهد. تعليقكم شيخنا. الله أكبر. أنا تذكرت السحرة حينما هددهم فرعون قال لأقطعن أأمنتم به قبل أن آذن لكم، والله ما يحصل مشهد إلا وهو مفصل القرآن. قال لأقطعن أيديكم، وهو مشنقة، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافة، بقطعكم قبل لا تموتون، تنزفون لن تموتون، ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. شوف يا أخي القضية قضية إيمان.
قالوا لن نؤثرك. أنا عندي قضيتين، عندي قضيتك أنت الضعيف المسكين اللي بتنطل في بترمى في حفرة وبتصلى نار جهنم، وعندي قضية رب العالمين اللي عنده الجنان وعنده الآن أني أموت وأدخل الجنة الحين وانت قاعد في الدنيا الحين. فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه حياة الدنيا. الناس شافوني معلق معلق، بس ما يدرون شو أحس فيه، ما يشعرون، صح؟ ما يشعرون. ها، هذا اللي مات على التوحيد وقتل لأجل لا إله إلا الله، هذا وينه الآن؟ هذه شيخي فيه عيون في القلب. عشان كذا يا شيخ بعض الناس يمكن يفكر أني بصيح على هذا المشهد، لا لا، أنا أرجو الله عز وجل أن يختم لي، إن كانوا هؤلاء كما نحسبهم صدقوا مع الله على التوحيد، إن الله يميتنا شهداء. اللهم يا أخي ندعو الدعوة، اللهم أحينا حياة السعداء وأميتنا ميتة الشهداء. شهداء وشو ماتوا؟ جاسم تحت مكيف ومات؟ لا. طيب ليش؟ ليش واحد يدعو يا ربي اجعل موتي هي واحدة، اجعلها شهادة في سبيلك؟ ليش؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين، هذا المعلق أنت تشوفه، اللي فاهم القرآن يشوفه من جانب ثاني. يقول الله سبحانه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الله أكبر. أنت شايفه مسكين اللي مسجون يظن أن هذا اللي طلع أسوأ من حال، لا لا، القرآن ما يقول لك هذا. طيب الملك أحسن من حال؟ لا، إذا ماتوا على التوحيد لا، إذا قتل في سبيل الله لأجل لا إله إلا الله، والله أنه أحسن من أي ملك في الدنيا. لا إله. من اللي يقول هذا الكلام؟ يقوله الله عز وجل. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مقتول في سبيل الله شهيد يموت في سبيل الله فيود أن يرجع وله الدنيا؟ تقول له بنعطيك ملك، بس ما بنعطيك ملك إيران، ما نخليك رئيس إيران، لا نخليك رئيس قارة، لا لا نخليك رئيس الدنيا، الدنيا كلها تحت أمرك. قال ما يبغى، يرجع لما يرى من كرامة الله له. فإذا هذا كلام الله، يقول الله سبحانه ولا تقولوا، الله يعدل لك كلامك، أنت مسكين ما تعلقوا، لا لا لا، هذا كلامك أنت وكلامي أنا، كلام الله الحق. يقول سبحانه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب بس معلق، شفناه طايح كذا مشنوق. قال الله سبحانه وتعالى بل أحياء. اللي طالع من السجن حي، واللي داخل في السجن اللي ودعه حي، إيه؟ طيب وشون حياته؟ قال ولكن لا تشعرون، أنت ما أنت حاس، أنت شايفه طايح، مو بشغلك، هو الحياة ما هي لك، الحياة له. طيب إيش شكل الحياة هذه؟ قال الله سبحانه وتعالى طيب ما قلت، أنا آمنت بالله، القرآن يقول لا تقول، ما بقول، لكن أظن أحيانا كذا يجي في بالي غصب علي. قال الله ولا تحسبن، حتى الظن هذا لا وخر عنك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. طيب وينهم؟ معلق في شارع من شوارع إيران؟ لا، عند ربهم الحين هو رايح، نسأل الله، عند ربهم يرزقون. طيب ايش نفسيته؟ قال فرحين. طيب اللي طلع من السجن اللي تو ودعوهم فرحانين؟ دول زعلانين، بس هذاك يقول لك الله فرحان، وإذا قال لك الله فرحان فرحان. الله أكبر. قال فرحين، نفسيتهم فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون. فنقول لأحبابنا لازم نعدل قضيتنا على أساس الحق اللي هو القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله فرحان فرحان، هنا تطلع العزة، هنا يطلع قضية إني لا لا اسكت ترى بيها إيش تقولك، ليش هنا أروح الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي توهم ذابحين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة السعداء ويميتنا ميتة الشهداء ويجعلنا من أنصار الله سبحانه وتعالى. أقارب ساعة المخرج أشارت لي بالتوقف للحديث معك لا يوم. الله يسعدك، شكرا دكتور على استجابة الدعوة. يا حبيبي الله يسعدك. ونشكركم متابعي الكرام، إلى الجزء الثاني بعد قليل مع الزميل عبد الرحمن الحسيني وضيفه فضيلة الشيخ أحمد الصويان رئيس تحرير مجلة البيان. استودعكم الله.